عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا علي؟ عامل ايه يا اختي؟ ازيك يا حاج فواز؟ وحشنا يا عم. اختي بتقول ان انت بتخلص شغل قبل كده بكتير، انت ايه تلعب بديلك ولا ايه؟ صحيح، انت كنت فين يا علي كل ده؟ كده اديك سخنتها عليا. كله بثواب وبالشفاء. يلا هروح اعمل لكم الغدا. ايوه اعمل حساب برضو، هعرف كنت فين. ها ده انت فتحت عليا فتوحة مش هتتقفل. اختك وانا عارفها حاج ما بتنساش حاجة خالص. يا اخويا احمد ربنا، انت عندك ما بتنساش، انا ما بينسوش، انا جماعة. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. تعال انا عايزك في كلمتين. خير يا حاج؟ هفضحهم بالراحة. مش هسكت. اهدى هبلغ عنه. اهدى اهدى يا علي اهدى. الامور اللي زي دي ما تتحلش كده. اللي لازم تفهمه ان ناس زي دي عندهم مصلحه بالحجم ده ممكن يعملوا اي حاجه اي حاجه في سبيل ان محدش يشوف قصادهم. وانا ما بخافش يا حاج فواز، غيرش بس اتهزيت، بس ده كان عشان حياته والعيال، انما مش معنى كده ان هسلم لهم واطوعهم. يعني حد جاب سيره انك تطوعهم؟ انا بقول لك ايه ده وفكر بالراحه. يعني اسكت يعني؟ لا تفكر فكر وتحسبها مظبوط. اي حسابات يا حاج فواز هتبقى لصالحه، وخصوصا يعني ان المبلغ اللي هم عارضينه مش مبلغ قليل، ده مبلغ مغري جدا، خصوصا على موظف زي حالتي كحيان وما حلتوش غير مرتب. استغفر الله العظيم يا رب، ما انت اللي فقري. انا 100 مره قلت لك تعالى معايا. الله، ما انت عارفني كويس يا حاج فواز، راجل راضي بقليله وبالاسمه له ربنا. عين العقل يا حبيبي، عين العقل يا اختي، بس برضه الامور ما تتحلش كده. مش فاهمك، عاوز تقول لي ايه؟ انت دلوقتي لو رحت تبلغ هتبلغ عن مين؟ عن اللي بيطاردني. حلو، اسمه ايه؟ فاهم ايه؟ معرفش. ما انت عارف اهو، وممكن ما يبقاش فاهمي من بابه ولا لي اي علاقه بيهم. ايوه، بس هو اللي طعم طعم بترميلك لو اتكشف في 60 داهيه وهم في السليم، وانت بقى مفتري وكذاب. انت مفتري وكذاب؟ لا. طب اعمل ايه؟ اللي هقول لك عليه، بس الاول تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتب طيب كده من ريحه الحبيب. الحبيب اهدى خالص، اهدى كده وروق. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه افضل الصلاه والسلام. اسمعني بقى يا ابو نهى، واحدة واحدة. شفت يا اختي البنت عاملة ازاي؟ ما فيهاش غلطة. ايه النسوان دي يا اختي؟ امال احنا كده ليه؟ وايه المفقعة اللي جايبها لنا الحاج دي؟ انا عارفاها، مش عارفه حاجبه فيها ايه، وفرحانه لي بشويه المطبات اللي عاملاهم لي. وحياتك عندي كله نفخ وتركيب وزق. ايه زق دي؟ انا عارفه بقى يا انهار. طب شفتيها يا اختي وهي بتعمل التمارين؟ عماله تتقصع. قال يعني بقى البت رياضيه بتعمل تمارين الصباح. يلا يا خايبه، ده احنا اللي هبل مش واخدين بالنا من روحنا وقاعدين برشين كده لما عمالين نعرض. او النعمه الشريفه عمالين ناكل لب وزداني وكاجون لحد ما نسينا نفسنا وجسمنا. يا نهار اسود، وهم ضايق بست النيله. لا ما تعمليش روحك قوي كده، ده انتي قمر وحلوه وجسمك حلو ومش مسقطه ولا عندك بروز ولا في حاجه زياده. بسم الله عليكي، ربنا يخليك ليا يا انهار. وانتي والنعمه الشريفه خدي مني قمر، والنعمه الشريفه مناخيرك منمنمه ووشك قمر وجسمك جسمك ولا البت ينفع حريم السلطان. يا اختي اقعدي على جنب، احنا ولا بناخد بالنا من روحنا وحوستنا حوسه. او النعمه الشريفه وبرضك مقصرين كده في جسمنا. انا مش عارفه يا اختي ايه اللي بيحصل لنا بعد الجواز، بنتبدل. الواحده من دول تتجوز عدله فجاه تقوم لابسه وش خشب وتمد البوز شبرين وتنسى روحها خالص لغايه لما تقلب بومه ماشيه في البيت. لا مش معاك انا في دي. لا اكسكيوز مي بقى يا انهار، ما الرجاله برضو ناقصه ساعات كده مخها بيصغر، بتبقى عايزه تهج من البيت وخلاص، زي ما يكون في الكنب بتاع البيت براغيث بتقرص فيهم طول ما هم قاعدين كده. طب وبعدين؟ انا مش مطمنه. نعمة يا اختي، وانا كمان الفار بيلعب في عبي. البت دي قلقاني، البت زي ما اكون هتعمر وتقوم قلشه واحده فينا. قلشه؟ يا نهار اسود، فين الموكوسه الثالثه؟ مش عارفه انا عايزه الموكوسه.
أقوالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية مسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثتنا. مين؟ فخلي بالك هيكون مين يا اختي؟ جوز مواكيز جايين يتلموا على خيبة الردى. اوعي شوية. الله الله، في ايه يا اخوانا مالكم؟ اقفلي يا حبيبتي التلفزيون ده وركزي معانا شوية. حاضر يا اختي، بس قولي لنا بس في ايه اللي حصل؟ هو احنا هنفضل حاطين ايدينا على خدنا وسايبين البت اللي برا دي عماله تتسرسب وتسحب الراجل ناحيتها؟ طب واحنا يا اختي في ايدينا ايه نعمله بس؟ يا اختي اسم الله، هو انت اللي على لسانك، في ايدينا ايه نعمله؟ في ايدينا ايه نسويه؟ جرى ايه؟ يا اختي بالراحه شويه، احنا جايين نتخانق، ده احنا جايين نتفق. ايوه نتفق. نتفق على ايه بقى؟ والنبي ما عارفه. ما دام المقالب ما جابتش نتيجه يبقى احنا لازم نعمل زيها. زيها؟ اللي هو ايه حضرتك؟ اقول لكم. يا ولدي حرام عليك، حرام عليك، سيبيني في حالي، مش عارفه ارتاح، بلاش فطيره. يا راجل مالك بقى طري كده زي الجيل؟ ما انا اتهرست تحت منك، وفي جدته حته سليمه؟ ده ايه يا راجل؟ انت من ساعة السفرية السودا المحببة على عينك دي وانت مش طايقني جنب. ما بلاش السيرة دي يا سعاد، خلي الليلة تعدي. شكلها مش معديهاش حد الا على رقبتك لو ما ادتنيش حقي الشرع. ليه؟ مفيش حقوق انسان مطحون ومعجون؟ لا، في حقوق المرأة يعني امك. يا عمي يا لهوي الحقوني. محدش بياكلها بالساهل. اوعي يا مفترية اوعي. الناس دي الحقوني. الحقوني. الحقوني احسن احسن. اوعي يا مفترية. ربنا ياخدي. طب ايه في ايه في ايه؟ اقول لك يا حاج قبل ما في ايه يا عم كده ليه؟ عدالة السماء نزلت فوق بيت شحاته. مالك يا عم كده ليه؟ اقول لك يا حاج انت طلعت لنا انت من السماء. ليه؟ كنت بتخاري جول لحد ثبتك في الصاله. معركه غير متكافئه. سيف خشب قدام دبابات ومدافع وقنابل ونبالب وجميع انواع الحروب. والله باين عليك اتلحست في مخك. خش يلا غير هدومك وتعالى. يلا عشان في مهمة محدش هينجزها لي غيرك. يلا بسرعة. طب اقولك ايه يا حاج؟ تعالى معايا ولا اقولك خش هات هدومي من جوه. انا جايب لك هدومك. اتلحست فعلا. خش يلا. طيب يا حاج. شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خير البشر وأكرم الأكرمين. ما تصلوا عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. دي قعدة صلح عرب وبنرد لأصحابه. ها؟ بقى البيت ده عمره ما شاف انقسامات ولا ائتلافات ولا أحزاب. ولا إيه يا نهار؟ اللي تشوفه يا أخويا. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي. بقى البيت ده كيان واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولا يا هدى؟ بارك الله فيك يا حاج. الله يبارك لك، الله يبارك لك. الحمد لله. نلم ايدينا بقى كده ونسلم على بعض ونتعاهد أمام الله بلم الشمل. ولا يا سميحة؟ الفتحة الفتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. يلا نقوم نصلي ركعتين. هزار يا مايا هزار. طب يقول لك قومي نصلي بدل ما جبت من شعرك تاني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تعالي يا مايا، تعالي يا حبيبتي. روحي احنا نجدد وضوءنا. جدد يا اخويا، جدد. ايوه هنا يا حاج. انت متاكد يا شحاته؟ حكم عزم مؤاخذه، انت نظرك ضعيف، ممكن تسوحني. لا متاكد يا حاج، انا خدتها كعب داير تيك تاك تيك تاك لغايه ما وصلت على طول. طب حس كده، خليك بقى في العربيه، اوعى تلعب في حاجه. حاضر يا حاج. الريال السعودي بكام النهارده؟ بقولك يا تسوي، شكل حوار القضية ده هيطلع فلانكش. فلانكش؟ والله انت اللي فلانكش. ادي عقد. ايوه جاي يا نعمين يا استاذ. القهوة الشيشة بتاعتك. بس كده عينيا. وهات لي سحلب عقد. لا 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 لا، هات له قهوة. وعندك قهوة مظبوط بقى يا محامي؟ ده شكله مش فاهم حاجة وفي جيرينيه خالص. احنا نروح لمحامي تاني. مش فاهم حاجة ايه؟ والراجل جابها لك على بلاطة وقال لك طالما مقتدر وصغير في السن وماشي حسب شرع ربنا يبقى ما حدش يضل على حاجة. يا ما احنا لازم نشوف سكة نجيب بيها حقنا. بقول لك ايه يا تسوي، خلينا في شغلنا وفكك بقى من الدكن ده. دكن ايه؟ ده قطعة دي بالدم. حالنا ومالنا نسيبه كده؟ أحلى قهوة وأحلى شاي يا أستاذ. بقول لك يا أستاذ، النهاردة في واحد سأل عليكم مرتين. سأل علينا؟ قال لك اسمه ايه؟ سليم الأشقر. أشقر؟ بنات كامي هوصلك. ملوش لزوم يا حاج. انت قلتي لي بلاش اكلمك في مكان اكل عيشك، قالي استنيتك بره شغلك، اركبي. يا عم ده دي جي ايه وده جاج ايه؟ الله انت واخدنا على بشمله وجايين وراك زي ما تكون خرفان. هتخلص عم الغمض وقول لنا فيه ايه؟ كون نبع من الحاج ده، يا ريت تنجز وتقول لنا ايه السبوبه اللي انت ممرمطنا والراجل ده عشانها. انتوا ما بتتذكروا يا ويدي وين اتقابلنا قبل هيك؟ ويدي ايه؟ احنا ولا شفناك قبل هيك. يا عم تربية الوش دي ما تتنسيش، انا لو شفتك قول على طول هندم ليه يعني؟ انا شفتكم قبل هيك لما الحشف ويز قلعكم وطردكم من الشركة. يا عم انا حاسب ما حدش يقدر يقلعنا عيب الكلام ده. وهو يعني اللي بعتك ولا ايه؟ الحقيقة انا لما شفت في اليوم المشؤوم الحشف ويز عم بيطردكم حسيت وصعبتوا علي كتير، وبعدين قلت لنفسي لازم ندور عليكم ونحط ايدينا بايدين بعض عشان نرجع الحق لاصحابه. يا سلام. طب وانت مصلحتك ايه؟ لا ده شعبان راجل البركه ده احنا صعبنا عليه حرام. صعبنا على مين يا عم؟ دي تلاقيها لعبه من العيب الحاج. شو ما فيك نظر ولا شايفني بريالي؟ لا هي لعبه من تفصيل الحاج ولا انتوا صعبتوا علي. بعدين لما تعرفوا مين انا هتفهموا كل شيء وتعذروني. يا عم انجز، انت تطلع مين؟ انا ابو العروس الجديده
يا معفن. الرابعة؟ أيوة الزوجة الرابعة. الزوجة الرابعة اللي ضحك عليها الحاج وعمل لها البحر طحينة مثل ما بتقولوا. بنتي المسكينة المعطرة اللي لقيت حالها ضرها لثلاث نسوان عايشين معها نفس البيت. وهلا بنتك المصون المعطرة ما كانت تعرف؟ ولك يا حسرة من وين بدها تعرف؟ أكلت باخة سيارة آخر موديل وشوفير وشهر العسل ببيروت مسبحة سجاتي مسواك عشان يحكوش في سنانه وما بيسلم على الستة. يعني خلينا نبلع الطعام وندفنف على الصنارة. عشان هيك أنا دورت عليكم يا ودي. ودن ايه ونفلف مين؟ ايه احنا هنعمل لك ايه يعني في اللي انت بتحكي فيه ده؟ كلنا في الهوا سوا يا شعبان، وانا ما الي حد غريب. يعني لما منكون احنا بديتي مع بعض غير ما كون انا وحدي وانتوا وحدكم يا ويدي. واحنا جدمانا بقى ان الكلام ده حقيقي وما بتلعبش بينا يا عمنا. عندك حق يا تسوقي. بعدين ما في اصدق من الصور اللي اخذناها ببيروت لفرح الحاج فواز وبنتي. تفرج. عامل فرح عم الرايق. ايه ده؟ بص هلا. بص طعم. يا ابني ليه يا فواز؟ شبهه ما حد سمع. ويا شويته يخرب بيتكم، نسيتوا انها بنتي. وهلا اعزمكم على الغداء عشان يصير في بيننا عيش وملح مثل ما بتقول. ويتر. انا اكل. شكرا. شوفوا يا ويدي شو بدهم ياكلوا. ايه وفي مثل بيقول ما خسر مين جرب ولا تاه مين غرب. يعني انتوا ما راح تخسروا شيء يا ويدي قد اللي خسرتوا. شو رايكم؟ يوسف كان بجرب وطلع لبرا. تمام تمام. اتغدى. من عيوني حنغطيكم. من يوم موت ابويا والكل نسينا، ولقيتنا انا وامي واخواتي متكربسين في شقه اوضه وصاله، لا عندنا دخل ولا ماهيه ولا اي قرش نصرف منه. حفيت ورا شغلانه تكفي مصاريف الاكل والشرب والعلاج، اشتغلت كذا حاجه بس في كل شغلانه بقى كان بيطلع لي عفريت اللي عينه زيغه واللي ايده عايزه اقطعها واللي مراته ما تقنيش من باب للطاق كده. وكل ده قصد ايه؟ شويه ملالين ما بيكفوش اي حاجه. لحد بقى ما لقيت الشغلانه دي قفشت فيها بايدي واسناني، بس هما كان شرطهم عليا ان انا ابقى محجبه. وانا قلت لنفسي وماله يا بنت، ما دام فلوسهم كويسه ومعاملتهم كويسه برضو مفيش مانع. قلت لنفسي البس الحجاب جوه الشغل وبره الشغل بقى لا. بس ده كلام مش صح. مفيش لا شرع ولا دين يقبلوا بحاجه زي دي. ربنا قال لا اكراه في الدين. وجميل قوي انك لبست الحجاب، بس الاجمل بقى تكوني لبستيه بارادتك انت وعن اقتناع، مش عشان مرتب زياده ولا عشان تكسبي رضا صاحب الشغل. جايز يكون عندك حق، بس هم عرضوا عليا شرطهم وانا بصراحه كنت مضطر، وهم سابوا لي حريه الاختيار وانا كان عليا يوافق يرفض. طب قولي لي لما لبستي الطرحة حسيتي بيه؟ خفت، ولما بقلعها بخاف أكتر. لو الناس تعرف قد إيه ربنا جميل وقد إيه حنين وقد إيه عالم بعباده كانوا يعملوا أي حاجة عشان يقربوا منه وهيحبوه أكتر ما هيخافوا منه. يا ريت كل الناس بتفكر زيك كده يا حاج. ما كانش حد عمل حاجه لا هو مضطر ولا هو مغصوب. اطلب لك بيتزا ثاني حاج منى. هو انت ايه اللي جابك ورايا الشغل وايه اللي خلاك دورت عليا؟ ما تقومي اوصلك، الوقت اتاخر. ماشي ما شاء الله، حاجة جميلة. لكن أنا هستلم إمتى؟ أنا اتأخرت جدا. كل شيء بقى وأنا وحاج، الشغل عشان يطلع زي ما أنت عايز لازم ياخد وقت. ياخد وقت قد إيه؟ أنا أجلت قبل كده كتير.
وما عنديش استعداد البضاعة اللي في المخازن يحصل لها زي المرة اللي فاتت. طب المرة اللي فاتت ربك ستر وجات سليمة، إنما مش كل مرة. إيه؟ تسلم الجرة. الله يفتح عليك، أنت تضاعف عدد العمال وشغل 24 ساعة زي ما أنت شغال كده، فاهمني؟ خلاص يا حاج تشوف يا حاج. الافتتاح بإذن الله الشهر الجاي. خلاص يا حاج زي ما أنت عايز. مش زي ما أنا عايز، ده ميعاد وهعمل دعاياتي على كده يا باشمهندس. خلاص يا حاج توكل على الله، شد حيلك كده. إن شاء الله ربنا يكرمك. الله ينور يا رجالة. أيوه. السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا جماعة خلاص. يا حاج أنت فين يا حاج؟ كده دوخني عليك طول اليوم. لا دوختني طول اليوم. ماشي. أنا في المول مع الباشمهندس. لا لسه بحكي لك أما أشوفه. ما تيجي تبص بس. طيب براحتك، لو عايز تيجي براحتك. ماشي ماشي. يلا سلام عليكم. السلام. أشحاتة. نعم يا حاج. فيها أشحاتة؟ مفيش حاجة يا حاج. ركز معايا يا شحاتة، عايزك تفضل قاعد هنا 24 ساعة مع الباشمهندس والعمال، اللي يحتاجه الباشمهندس تجيبه له. حاضر يا حاج. عايز عمال زيادة تجيبهم له، العمال تجيب لهم 10، تقعد معاهم يشوفوك كده قاعد معاهم بيه كده وشايل شنطة، يقول لك الشنطة دي يمكن فيها فلوس نقبض، تقعد فيشتغلوا بحماس. حاضر. فهمتني؟ مش عايز أي حجج عشان أأجل تاني. يلا ربنا معايا. شحاتة. نعم يا حاج. اطلع لي يا شحاتة. مش عايزك تجيب سر الحاج منعم باللي قلتهولي، عشان لو مش عايز يحكي ما حرجوش. يا سلام يا حاج، طول عمرك بتفهم في الاصول. انزل يا شحاته، خليك مع الناس بقى كده وركز. ها انا رايح مشوار. سلام عليكم. سلام يا حاج. سلام عليكم يا رجاله.